هذه أبرز عناوين اليوم من أوزارب ميديا. لبنان مقبل على مجاعة وانهيار اقتصادي إذا طالت الحرب أكثر من 3 أشهر. إيران تعلق على مجزرة مدرسة التابعين وتدعو المجتمع الدولي إلى القيام بدوره. إثيوبيا وسيدارت الإماراتية تبرمان اتفاقاً لإنشاء أكبر مطار في إفريقيا بتكلفة أولية 6 مليارات دولار. الأمم المتحدة تعتمد أول معاهدة لمكافحة الجرائم السيبرانية. السعودية تسعى لاستقطاب صناع الأفلام العالميين. أبوظبي ودبي تتصدران أفضل المدن الصالحة للعيش في الشرق الأوسط وأفريقيا. مانشستر سيتي يتوج بكأس الدرع الخيرية. شكراً لمتابعتكم، لقراءة المزيد، زوروا موقع أوزارب ميديا. هل تعلم أنه يمكنك الوصول إلى مزيد من الزبائن من خلال رعاية عناويننا اليومية؟ اتصلوا بنا لمعرفة المزيد.